بسم الله الرحمن الرحيم. ولادي وحبايبي طلبة برايمري 6، بعد ما كنا اتكلمنا عن التايبس اوف ثيرمومتر اللي هما السيليديوس والميديكال وكمان عرفنا الديجيتال ثيرمومتر، النهارده نعمل بقى كومبير ونقدر نفرق ما بين التو ثيرمومتر اللي خدناهم الميديكال والسيليديوس ثيرمومتر. ما تنسوش لو دي اول مرة تشوفوا القناة ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتتابعونا على التليجرام والفيسبوك الجروب والبيج، وحاسب لكم اللينكات في الديسكريبشن بوكس صندوق الوصف تحت الفيديو. كمان النهارده باذن الله ده اخر بارت من الليسون، فهينزل شيت بالليسون ده على التليجرام باذن الله. ما تنسوش كمان تعملوا شير للقناه ما بين اصحابكم، ويا ريت تفرحوني بلايك على الفيديو. لو جينا بقى عملنا كومبير ما بين الميديكال ثيرمومتر ده والسيليزيوس ثيرمومتر، الميديكال ده احنا ساعات بنقول عليه كلينيك ثيرمومتر علشان بنستخدمه في الكلينكس، كلينكس اللي هي العيادات. طيب الاتنين الاول شبه بعض في حاجة، الاتنين عليهم من بره جلاس ثيك تيوب او ثيك جلاس تيوب اللي هي دي، من بره كده الاتنين كفرد بتيوب من الجلاس. طيب وشبه بعض في ايه؟ شبه بعض الاتنين عندهم كابيلري تيوب very thin و closed from one of its end. يعني ايه؟ يعني الاتنين جواهم تيوب رفيعة خالص، اهي اهي موجودة هنا وموجودة هنا. التيوب دي closed من one end، من ناحية اهي closed، ومن هنا برضو closed، لكن من الاند التانية مفتوحة على اللي جوه دي اللي احنا لسه مش عارفين دي اسمها ايه. يبقوا الاتنين اتفقوا ان الاتنين عندهم thick glass tube، والاتنين اتفقوا ان الاتنين عندهم capillary tube. يا ميس كلمة capillary دي صعبة قوي، انا مش هعرف احفظها. تعالوا نقسمها، بنلبس في الصيف ايه لما بتبقى الشمس حامية؟ نلبس cap. وبعدين في الانجليش خدتوا كلمة مريض يعني ill، وادي قاري وعارف وفاهم كل حاجة. cap ill قاري capillary capillary tube very thin tube. يعني ايه capillary tube؟ capillary يعني رفيعة خالص خالص خالص، عشان كده اكدنا تاني على المعلومة ان هي very thin. طيب الاتنين برضو فيها الحاجة اللي هي connected بيها من تحت دي اللي احنا ما قلناش اسمها. دي اسمها بقى mercury bulb، اسمها mercury bulb. bulb يعني زي مخزن كده او حتة متحوش فيها الميركوري اللي هو الليكويد اللي احنا بنحكي عليه. واتفقنا اهو ان هي كونكتد بقى في الاذر، ها الاذر اند بتاعه الكابيلاري تيوب. يعني الكابيلاري تيوب اللي قلنا عليها ان هي كلوزد من ناحيه، هي اوبند من الناحيه الثانيه بالايه؟ بالميركوري بالب. طيب خلاص يبقى عرفنا دلوقتي ان هما الاثنين شبه بعض في ان عندهم ثيك جلاس تيوب، الاثنين عندهم capillary tube closed from one end و open من الاند التاني، والاثنين عندهم mercury bulb. طيب ايه بقى الحاجات اللي مش عندهم؟ لو جينا بصينا وقربنا الصورة قوي كده هنلاقي هنا في حاجة غريبة كده، الحاجة دي مش موجودة هنا. هنلاقي قبل mercury bulb في زي مطب كده محطوط، لكن مش موجود المطب ده في السيريزيوس ثيرمومتر. ليه بقى؟ هو احنا عارفين ان المطبات في الشوارع بتتعمل قدام مثلا مدرسة او قدام تقاطع، ليه؟ علشان العربيات تهدي السرعة وهي ماشية، ما تمشيش بسرعة عشان ممكن يبقى في حد بيعدي او حاجة. هي نفس الفكرة بالظبط. هو انا لو عايزة اقيس الهيومن بادي تمبريتشر بالميديكال ثيرمومتر ده، الجزء ده هيبقى محطوط تحت لسان الشخص اللي بيقيس. طيب خلاص انا قريت وعايزة اشيل بقى الثرمومتر واقرا. عقبال ما اشيل الثرمومتر واقعد ابص كويس واشوف هي جابت كام بالظبط، علشان الكابيلاري تيوب دي رفيعة قوي هتكون الميركوري نزل كام شرطة. يبقى انا كده الرقم اللي انا قيسته ما هوش اكيوريت قوي، بس خلاص هعمل للميركوري مطب هنا. المطب ده ليه؟ علشان الميركوري ما يرجعش هنا كويكلي، ما يرجعش هنا كويكلي قوي، فالحق انا ايه اقرا. طب ليه بقى ما عملتوش هنا؟ علشان ده حضرتك انا هحطه في كوباية مثلا فيها شوية ليكويد، عايزة اعرف التمبريتشر بتاعته. ما انا ممكن اقرا
او اعرف القرايه بتاعته ايه وهو محطوط في الكوبايه، مش لازم اشيله، لكن ده علشان هقرا القرايه بتاعته لازم اشيله. يبقى فكره الكونستراكشن دي موجوده بس في الميديكال ثيرمومتر مش في السريزيس ثيرمومتر، اهي هي ابسنت في السريزيس ثيرمومتر لكن موجوده في الميديكال ثيرمومتر. تعالوا نشوف برضو السكيل بتاعنا. يعني ايه السكيل؟ يعني المسطره بتاعته اللي هنا دي موجود فيها من نمبر كام لنمبر كام. السيليزيوس ثيرمومتر موجود فيها من 0 ل 100، علشان تقيس معايا من اول الفريزنج بوينت بتاعه الووتر اللي هي الزيرو او الميلتنج بوينت بتاعه الايس لغايه ال 100 ديجري سيليزيوس اللي هي البويلنج بوينت بتاعه الووتر. لكن الميديكال ثيرمومتر انا مش محتاجه كل الحدوته دي، انا ده هيقيس الهيومن بادي اللي هي المفروض 37، فانا هاخد قبلها بكام رقم وبعدها بكام رقم، مش محتاجه كل الفيلم ده. ففعلا خدنا السكيل بتاعنا من 35 لغايه 42، مش محتاجه كل الديجريز دي. يبقى السكيل بتاع الميديكال ثيرمومتر من 35 ل 42، لكن بتاع السيليزيوس ثيرمومتر من 0 ل 100. بنفس الطريقة لو جيت بصيت هنا ال 1 ديجري فيها كام؟ يعني اللي هي مثلا من 35 ل 36، شوف فيها كام شرطة؟ هنلاقي فيها 10 بارت، بس عاملة زي المسطرة بالظبط، كل بارت فيهم يعني هما 10 بارت موجودين من 35 لغاية ال 36، هما 10 بارت، يبقى كل بارت بكام؟ 1/10. ما هو اللي موجود هنا لو عملنا ماينس هنا يديني 1، ال 1 ده هنقسمهم على 10 بارت اللي هي اللي موجودة دي، لما عديتهم اهي طلع لي 1/10. لكن هنا مثلا ده 0 وده 10، فيبقى كل بارت منهم ب1، يعني 0 وبعدين الصغنون خالص 1 2 3 لغايه ما وصلنا للكبير خالص اللي هو 10 degrees. يبقى هنا السكيل بتاعنا ستارت من 35 ل 42، لكن هنا من 0 ل 100، هنا كل ديجري جواها 10 بارت، هنا بقى السكيل كله فيه 10 بارت وكل بارت ب1. طيب الليكويد اللي موجود جوه الميديكال ثيرمومتر سواء هنا او هنا اسمه واحد اللي هو ميركوري، وقلنا اليوسز بتاعتنا ده ميجر الهيومن بودي وده ميجر التمبريتشر ليكويد. طيب يبقى تاني كده، الاتنين فيهم ثيك جلاس تيوب، الاتنين فيهم كابيلاري تيوب، الاتنين جواهم ميركوري، والاتنين فيهم ميركوري بالب، واحد فيه كونستراكشن والتاني ما فيهوش كونستراكشن. واحد السكيل بتاعه من 35 ل 42، لكن التاني من 0 لغاية 100. تعالوا نكمل تاني، ايه بقى الفانكشن بتاعة الكونستراكشن اللي هي كانت موجودة في الميديكال ثيرمومتر بس مش موجودة في السيليزيوس؟ كانت بتعمل prevent للميركوري from returning back to the bulb quickly. هو كده كده هيعمل returning back للبالب، بس الكونستراكشن دي هتخليه ما يعملش الريتيرن باك ده quickly. ليه بقى؟ ليه ما خليتوش يرجع quickly to read the measurement easily؟ علشان اقدر انا اقرا الرقم اللي موجود كام. نفتكر تاني، الزيرو ديجري دي كانت الميلتنج point of ice، ودي كانت اللور fixed point في السيليزيوس ثيرمومتر، وال 100 دي كانت البويلنج بوينت اوف ووتر، وهي دي الابر fixed point في السيليزيوس. الراجل اللي عمل السيليزيوس ثيرمومتر وعمل السكيل اللي احنا بنتكلم فيه ده اسمه اندريس سيليزيوس. اندريس سيليزيوس، ناخد بالنا قوي من حاجات لازم نعملها قبل ما نستخدم الميديكال ثيرمومتر. اكيد بنشوف ماما الاول بتعمل الثيرمومتر ده ستيريلايزيشن، بتعمل ستيرايل للثيرمومتر ده بايثايل الكحول. زمان كنا بنقعد نشرح في كلمه الكحول دي كتير قوي، دلوقتي بقينا نشوفه على طول. الالكحول اللي بنستخدمه علشان الكورونا ده ماما بترش عليه رشه كده على الثيرمومتر قبل ما نعمله
قبل ما نستخدم الثرمومتر. تاني حاجة ماما بتعملها، بتعمل شيك للثرمومتر، تلاقيها قاعدة تنطر الثرمومتر كده، تهزه جامد قوي. ليه؟ علشان فورس الميركوري ريتيرنينج باك، تخلي الميركوري ينزل جوه الميركوري بالب دي علشان اعرف اقرا القرايه صح. نفتكر تاني ان النورمال بادي تمبريتشر كانت 37. تعالوا بقى نشوف كذا جيف ريزون، بس في واحد منهم مهم قوي 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 ولازم نحفظه زي اسمنا. تعالوا نشوف الاول عندنا كام جيف ريزون كده شرحناهم في وسط الكلام، ليه بنعمل شيك للثرمومتر قبل ما نستخدمه. تو فورس ذا ميركوري، تو فورس ذا ميركوري باك تو ذا ميركوري بالب. ليه الميديكال ثرمومتر بنسيبه بعيد عن الشيلدرن؟ علشان الميركوري اللي جوه الثرمومتر ده توكسيك ماتيريالز او توكسيك سابستنس. يعني ايه توكسيك؟ يعني بعد الشر سام، يعني لو استخدمناه او وصل لجسمنا من جوه بلعناه او حاجه لا قدر الله ممكن البني ادم ده يموت. طيب علشان كده يا شباب لما نيجي نستخدم الثرمومتر ده مش لعبه، ده مش هزار، احنا بنستخدمه علشان نقيس بيه التمبريتشر مش عشان نلعب بيه. طيب تعالوا نكمل. ليه بقى لو انا حطيت ميديكال ثرمومتر في البويلنج بوينت ما ينفعش؟ او ليه لو حطيته فعلا ورخمت هيتكسر او هيبوظ؟ تعالوا نفكر كده بالروح. الميديكال ثرمومتر ده كان اقصى تمبريتشر، الماكسيمم تمبريتشر اللي بيقيسها كانت 42، واحنا بنتكلم عن البويلنج ووتر اللي هي 100. طب بذمتك يعني ده ينفع كده؟ يعني ينفع حاجة الماكسيمم بتاعها 42 تحطها في 100 temperature ما طبيعي هتبوظ؟ ليه؟ علشان الثرمومتر اللي هو الميديكال ثرمومتر الرينج بتاعه من 35 ل 42، لكن البويلنج ووتر التمبريتشر بتاعتها 100، فهتخلي الميديكال ثرمومتر ده يحصل له بريك. ويل بريك. تعالوا نكمل كده ونشوف بقى الجيف ريجون اللي احنا قلنا عليه مهم قوي 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 ده. اشمعنى الميركوري؟ اشمعنى لما جينا استخدمنا وعملنا ثرمومتر استخدمنا الميركوري؟ ليه مش اي حاجة تانية؟ علشان الميركوري ده عنده 5 بروبرتيز مش عند حد تاني. اول بروبرتي فيه انا محتاجاها ان هو جود كوندكتور اوف هيت. يعني ايه جود كوندكتور اوف هيت؟ يعني لما التمبريتشر تعلى هو هيعرف ينقل لي التمبريتشر دي فهقدر احس بيه. طيب ماشي خلاص عرفت، بس ما كل حاجة جود كوندكتور اوف هيت تنفع كده بقى معانا؟ لا. تاني بروبرتي فيه ان هو ليكويد ميتال، يعني كان بي سين ايزلي. يعني ايه ليكويد ميتال؟ ليكويد وعارفين يعني ايه بقى ميتال. ميتال دي يعني ليه لاستر، يعني هو مش بس ليكويد فهيحصل له اكسباند، ده هو ميتال يعني بيلمع كمان فانا هشوفه. احنا تخيلوا بالثرمومتر العادي اللي احنا بنتكلم فيه بالميركوري ده بنقعد نركز قوي علشان نشوف هو وصل لغاية كام، لان الكابيلاري تيوب دي رفيعة قوي. فلو حطينا حاجة ما هياش ميتال غير انها ما تنفعش اصلا، لان ما دام مش ميتال هتبقى باد كوندكتور. بس لو تخيلنا ان في حاجة مش بتلمع قوي زي الميركوري وهتنفعنا مش هعرف اشوفها كويس. يبقى تاني بروبرتي مهمة قوي للميركوري ان هو ليكويد ميتال فهقدر اشوف. تالت حاجة مهمة قوي ان هو regular expanding. يعني ايه؟ يعني الراجل ده بيزيد temperature بتاعته، لما بتزيد الفوليوم بتاعه بيزيد بنفس الريت. يعني لو temperature زادت 1 ديجري هو هيطول 1 ملي. طب زادت 2 يزيد 2، طب زادت 3 يزيد 3، وهكذا. الراجل ده راجل محترم بيمشي زي بعض كل مرة، مش عامل زي ناس اصحابنا كده بيمشوا على سطر ويسيبوا سطر، حصة يذاكروا حصة يطنشوا حصة يبقوا شاطرين وحصة يبقوا مش شاطرين. لا، ده بقى شاطر على طول regular expand. فيبقى هو بيديني accurate measurement. يعني ايه accurate measurement؟ يعني الميجرمنت بتاعته القراية اللي بيديهاني الرقم اللي بيديني بيبقى accurate قوي، بيبقى صح، بيبقى بالظبط. طيب رابع حاجة كمان ليه ان هو
remains liquid. يعني ايه remains liquid؟ يعني بيفضل liquid من temperature قليلة قوي ل temperature عالية قوي، ولا هلاقيه بقى اتجمد مني في النص حصل له freezing، ولا هلاقيه بقى حصل له evaporation في النص، لا. طيب كام بقى ال temperature اللي احنا بنحكي عليها دي؟ من اول negative 39 لغاية 357. من اول نيجاتيف 39 ما بيحصلوش فريزنج وشغال معايا ليكويد، ويفضل ليكويد معايا من غير ما يحصل له ايفابوريشن لغايه 357 ديجري سيليزيوس، وده رقم كبير قوي. علشان كده بيديني وايد رينج. يعني ايه بيديني وايد رينج؟ يعني بقدر اقيس بيه حاجات كبيره قوي. اقدر اقيس بيه الفريزنج بوينت بتاعت الووتر طبعا لانها زيرو، ده معايا لغايه نيجاتيف 39. اقدر اقيس بيه البويلنج بوينت بتاعت الووتر برضو، ان البويلنج بوينت بتاعت الووتر 100، وده اعلى بكتير من 100. فبيساعدني بقى الرقمين بتوعه دول ان هو ريمينز ليكويد في الرقمين دول، ان انا بقدر اعمل بيه ميجرمنت لحاجات كتيره قوي. طيب نمبر 5 بقى ان هو doesn't stick to the walls. مش هلاقي عمري الميركوري دي نقطه منه لزقت فوق في الميركوري تيوب وسابت بقيه الميركوري، لا، هو بيطلع كله مع بعض وبينزل كله مع بعض، ما بلاقيش فيه كده فقاقيع او بلالين من الميركوري متعلقه جوه في الكابيلاري تيوب. يبقى تاني الفايف بروبرتيز اللي جيف ريزون ده مهم جدا 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 يا شباب. جيف ريزون بيقول لي اشمعنى الميركوري؟ قلنا علشان جود كوندكتور اوف هيت، وعشان هو ليكويد ميتال كان بي سين ايزلي وريجولار اكسباند، وكمان remains liquid between negative 39 degree celsius لحد 357 degree celsius، واخر حاجة ان هو doesn't stick to the wall. ممكن ال give reason الكبير ده يديني 2 give reason صغيرين تاني. ممكن من ال give reason ده يقول لي ليه ال mercury ده ليه wide range، يعني ليه بقدر اقيس بيه حاجات كتيرة قوي، عالية قوي او قليلة قوي. ليه؟ علشان هو remains liquid between negative 39 degree celsius لغاية 357 degree celsius. وليه المركري ده accurate estimation؟ ليه بيديني accurate estimation؟ بيديني temperature بالظبط، علشان هو بيعمل regular expanding، يعني هو regular expanding materials، يعني كل ما temperature بتزيد بريت معين هو بيتغير بنفس الريت. زي ما قلنا من شوية temperature تزيد 1 هو يزيد 1، temperature تزيد 2 هو يزيد 2، وهكذا. وبكده حبايبي تبقى يونت 2 خلصت. أتمنى تبقى أسهل وبقت أوضح وما بقاش عندنا أي مشكلة في الهيت energy والmeasurement of temperature. ولو في أي مشكلة أو أي استفسار أو أي حاجة مش مفهومة ياريت تبعتوها لي في الكومنتس. ذاكروا كويس واشوفكم على خير. أتمنى لكم كل التوفيق.